احنا في مدينة بقنادل دوار دوي سليم. والله اخي غتنفع كلشي، غتنفع الاشجار، غتنفع الزراع، كلشي، اي غلة غتنفع هادشي كلها فيها المنفعة. وني لا طولات فيها المنفعة، تأخرات باش نقول لك يجي العام ناقص، ماشي هي مزيانة كلشي، تيكثر الربيع البهايم، ماشي البقار، وتنقص حتى من الأثمنة ديال العالف، إنا كلشي تيولي ياكل برا، الربيع تيوجد، كلشي تيوجد، السعير تيولي موجود، الزرع تا هو تيجي موجود، وتتولي تيولي الخير، الشتا معاها كلها الخير، كلها الخير، كتبك كداب الشتا، أي نقطة تطيح تطيح بالخير إن شاء الله. هذاك السعير كانوا زرعوه زرع تزرع مدة هادي وناض سبحان الله العظيم ناض، وكان صبات سيرية ديال الشتا صبات، والشتا حبسات وبدا تيصفار. واني دابا مع هاد الشتيوة هادي تبارك الله غادي يحيا، غادوز عليه من هنايا واحد 15 يوم ولا تقريبا تلقاه تبارك الله فاض، ومحد الشتا تطول وهو الخير تيوجد، محد الشتا تتأخر والخير تي إن تيولي ما تيبقاوش المصاريف، ما تتبقاش الشتا ما تيوليوش المصاريف على الفلاحة، تينقص الماء، ما تتبقاش يضيع الماء، تتنقص الكهرباء تاهي ما تتبقاش تخدمو. بزاف د الحوايج تستافد منها، يعني تولي عندك كلشي فابور، ديك الخضره اللي مزروعه تتسقى من عند الله سبحانه وتعالى، كلها فيها الفوائد، كلشي، والخضره هي تتنقص من الاثمنه، ما تيبقاش عليها المصاريف حتى هي، كلها تبارك الله كلها سته معها الخير، الا ما كانت سته ما كاينش العام. وهاد السته هادي بالنسبه للشجر، بالنسبه للزيتون، بالنسبه لكلشي، اشجار كامله تبارك الله كلها مزيانه لها السته. محد السته تيتجي وتيجي الخير موجود، محد السته ما تيجيش اي غله تجي ناقصه. ان غير بحال الشجر دابا بحال هذا الشجر هذا، هو الشجر هذا كان ملي تيكون العام تبارك الله، ملي تيكون العام تبارك الله ديال السته، كان تيجي حامل بالحامض، انتبه ليه، من نقص ديال الماء والجفاف نقص من الحامض، ما جابش الحامض، وداز واحد الريح داز ساس كلشي، ساس من لافوكا في الارض الحامض كلشي، ما بقى حتى حاجه. والديزه اولا ملي تتنقص الماء تتنقص الغله، ان البيار نقص منهم الماء، نقص منهم كاع الماء، مشى الماء، انا بعدا عندي، انا الماء مشى ما بقاش، الموتور ولا تيجمع الماء وتيصوت. ها انت شوف هاد البلاصه كلها كانت سينتات، راه ما سينتات لهاش، هاد البلاصه هادي كانت كلها عامره سينتات، البلاصه كلها كانت عامره سين، تزرع فيها جميع الخضر تجمعهم فيها، تزرع فيها السلاوي، القرعه، اي حاجه تبارك الله طاحت لك تزرعها. ها السينتات هما تجمعوا صافي، بقاو هاد الشجيرات هما، راه هما كانت تخوي عليهم شويه الماء، الماء تحبس عليهم، الا تقطع عليهم الماء هادشي كلشي كرم، مشى الماء ما بقاش في البير. ودابا حتى المشكله الماء شنو الاساس ديال الماء؟ الماء هرب لتحت، خصك تزيد تحفر البير. ودابا المشكله البير اللي بغيتي تحفرو ما كاينش اللي غيساعدك باش تزيد فيه واخا 5 متر ولا 6، تساعد الجماعه، ملي تمشي تقول لهم انا عندي واحد البير نقص منه الماء يساعدوني، ما يمشيوش يعكسوا لي يقول لي لا ما تحفرش ما تزيدش فيه لا والو. هنا دابا انا الماء هرب من عندي، مشى ما بقاش، الموتور تيبقى خدام تيسمع، وانا غنوريك من بعد غنوريك الموتور كيفاش تيخدم، غتشوف الماء اللي تيتجمع وتيطرمى، فهمتي؟ ان هادو كلهم كانوا تيتسقاو، هادوك الشجيرات زارعهم الولد ديالي، هو اللي زارعهم، هو اللي مكلف بهم، راه دابا باقي فيه الحال على وديت الماء بشا، فهمتي؟ ان لا بشا الماء بشا الشجر. هيا دابا الشتا نافعه الحمد لله، اللهم ولك الحمد، قال لي الله سبحانه وتعالى يعطينا كل شيء، تعطينا اللي زوين، اللي فيه الخير. واني دابا الشتيوا نافعه الشجيرات، نافعه هاد لافوكا، نافعه هادوك الشجيرات ديال نافعه هادوك الشجيرات ديال الكرموس، كل شيء. واني لابسه الماء غيدخل الوقت الحر غيكرم، كل شيء غادي يكرم.
يعني المساعده اللي بغيت غنمشي نطلب انا مساعده من نقول لهم راه شنو عندي واشنو عندي شوف راه البير بغيت نزيد فيه ما غيساعدونيش اقول لك ما كاينش الزياده غتجيب غوطا زيب مولين الصوندا مولين الصوندا براسهم غادي يخافوا فهمتي ما عندي ما ندير غنشوف تنعيا غيبقى سيتي غيكرم وغدوز من هنا تقريبا صار 6000 الماء تحبس عليه غتجي من هنا كاع تقريبا صار 6 يدخل الصيف تلقى كلشي كرم صافي تحيد الشتاء الخير ديال سيدي ربي ينقص مابقاش الامطار صافي غيكرم الحلول هو الجماعه تساعدني باش نزيد في هذا البير نزيد فيه واخا 6 متر و 10 متر باش يولي الماء باش يكفاني للصيف حيت دابا زي وقت الحر زي وقت الصيف وقت الصيف تتبغي الماء فهمتي تيبغي الماء خصك القليله القليله تسقيه جوج مرات في السيمانه فهمتي دابا الموتور ما بقاش تيسقي والو ولا تيجمع الماء تيبقى الموتور خدام تيدور 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 تيرمي هذيك الميه اللي تيجمعها وتيحبس وما يمكنش الا الموتور لا بقى هكا غيتحرق